السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غنتكلم على التحديث الجديد اللي عملاته الفيسبوك، وغيكون في آخر الفيديو واحد المكالمة قمنا بإجرائها مع فريق دعم الفيسبوك للتوضيح على هذا التحديث الجديد. كنتمنى تتبعوا معنا الفيديو من البداية إلى النهاية حتى أنتم تعرفوا ميزة هذا التحديث. ولكن اي واحد بعد ما كيدخل المكان ديال تحقيق الارباح فهموا معايا مزيان وتبعوا الفيديو. اول حاجه كندخل الاعلانات المضمنه في المحتوى، ما بقاش عندنا الحق ندخلوا المكان ديال يعني نعرفوا واش البلد مؤهل، واش عندنا تبع السياسه، واش عندنا الشروط. اذا شنو خصنا نعملوا في حاله ما جاتك هذه الرساله انا مهتم؟ شنو خصنا نعملوا؟ اول حاجه تحاول تكتب هذه الكلمات، يستحسن كتابتها باللغة الإنجليزية، وأنا نخلي لكم في صندوق الوصف هذه الكتابة، يعني أنا جد مهتم وأتمنى الربح من الفيسبوك، شكرا لكم. أنا عمل إرسال، بعد ما كان عمل إرسال تم إرسال الاهتمام، شكرا لمشاركة اهتمامك بهذا البرنامج، تتلقى إشعار إذا أصبحت مؤهلا. بالنسبة لي أنا الحساب الشخصي أو الصفحة ديالي غير مؤهل. إذا عملنا الإجراء الأول. الإجراء الثاني وهو مهم بزاف، وحاول تعمله مرة واحدة، الدخول على مكان تعرف على المزيد، لاحظوا معي واحد الرسالة: إذا كنت قد استوفيت كل المعايير مؤخرا يرجى الانتظار لما يصل إلى يومين للحصول على صلاحية الوصول. يعني بعد ما احنا غنعملوا هذا الإجراء ديال التعرف على المزيد، تحاولوا ديروا الجيميل ديالكم واحد الإجراء نوريكم كيفاش تعملوه، هذه الطريقة تعملوها مرة واحدة. اوكي، نعملوا في هذا المكان تعرف على المزيد. بعد ما نعملوا تعرف على المزيد، لاحظوا معي الاصدار التجريبي لبرنامج تحقيق ارباح من المحتوى. اذا هذا اصدار جديد عملته الفيسبوك، الاصدار الجديد لبرنامج تحقيق ارباح من المحتوى على فيسبوك، تبسيط الارباح وربح المزيد من الاموال من خلال المحتوى الذي تقدمه. شنو نعملوا؟ انا مهتم. اوكي، اذا بعد ما كنعملوا مهتم، تحاول تجي في هذا المكان، عتعمل عنوان البريد الالكتروني، وعتعمل فيسبوك اكونت اليورال اللي هو الرابط ديال الصفحه ديالك او حتى الحساب الشخصي. هنا كيعطيك اوتر سوسيال ميديا اكونت، يعني شي حاجه اخرى عندك، يعني الفيسبوك بديك بلا ما نعملوها. اذا شنو نعملو هنا؟ نعملو البريد الالكتروني، ونعمل هنا الرابط ديال الصفحه ديالي، ثم نعمل لنقوم بهذا، وانا ذاك غنكملو معكم الشرح. إذا بعد ما عملنا البريد الإلكتروني اللي هو الجيميل، ضروري في الفيسبوك ديالك ضروري تدير الجيميل، ضروري تدير رقم الهاتف ديالك الأصلي، وضروري تعمل إثبات الملكية، هذه لابد ما تعملوها. إذا في هذا الإجراء نحاولوا نديروا هذا الإجراء مرة واحدة، يعني ما نحاولوش دائما نعملوا هذه الطريقة مرة واحدة على الإعلانات المضمنة. إذا بعد ما عملنا البريد الإلكتروني، هنا عملنا رابط الصفحة، هنا ندير لنقوم بهذا. هنا لاحظوا معي، هنا لاحظوا معي الرسالة اللي جات: تم تقديم النموذج بنجاح، يعني شكرا لك يعني لاهتمامك، يعني سوف يعني نحاول نراجعوا المحتوى ديالك. يعني هنا صافي كنعملوا موافق، تم تقديم النموذج بنجاح، كتعمل موافق. إذا هذا الإجراء هذا يعني كيف ما قلت لكم نحاولوا نعملوه مرة واحدة. Congrats, you've been invited to a new... يعني مرة واحدة صافي كنعملوه، ما كنحاولوش ندخلوا مرة أخرى. كيف ما قلت لكم هذا إصدار جديد على الفيسبوك. بعد ما ندخلوا المكان الإعلانات المضمنة، أو ندخلوا المكان الإعلانات البث المباشر، حيث حنا عملنا الإعلانات المضمنة، ندخلوا البث المباشر، علقوا بأن الإقامة راه باقا ما يعني ما كاينش بلد مؤهل. إذا لاحظتوا معايا في البث المباشر كيبان يعني اتباع السياسة وكيبان كل شيء. هنا في الإقامة في بلد مؤهل، المغرب راه في بلد مؤهل، بعد ما نزلوا الفيديوهات في هذه الصفحة راه طبيعة الحال تولي في بلد مؤهل. شنو نعملوا ثاني؟ نعملوا أنا مهتم. اوكي، كتعمل يعني نفس طريقة ارسال اهتمام، مزيان تم ارسال اهتمام، لاحظوا معي هنا ايضا كدير تعرف على المزيد، طبيعة الحال كتبشي ايضا انا مهتم، نفس الطريقة كدير البريد الالكتروني، كدير الفيسبوك اكونت اليوري ديالك، كدير لنقوم بهذا. اذا احنا نرجعوا مثلا المكافآت، لاحظوا معي نعمل انا مهتم، ونكتبها بالإنجليزية بحالة شكل إرسال اهتمام، تم إرسال اهتمام، شكرا لمشاركة اهتمامك بهذا البرنامج، ستلقى إشعار إذا أصبحت مؤهلا. أمشوا أيضا للريلز، أيضا
أنا مهتم، حاولوا هذه الكتابة بالإنجليزية تعملوها. تم إرسال اهتمام، شكرا لمشاركة اهتمامك بهذا البرنامج، تلقى إشعار إذا أصبحت مؤهلا. إذن بالنسبة للإعلانات المضمنة، ما بقاش عندنا الحق نعرفه واش عندنا المشتركين ولا عندنا اتباع السياسة، ولكن إذا دخلت المكان ديال البث المباشر ولقيتي عندك اتباع السياسة باللون الأخضر، عرفت الصفحة ديالك راه حتى هي عندها اتباع السياسة باللون الأخضر. غير هو الله يجازيكم بخير، لازم يكون المحتوى أصلي ديالك، لأن هذا التحديث هذا يعني هذاك اللي عملنا أنا مهتم، راه في آخر فيديو راه الفيسبوك بعد ما هو كيشوف المحتوى ديالك طبيعة الحال كيف عليك الميزة ديال الإعلانات المضمرة، ولكن لازم خصك تحقق شروط اللي هي 5000 متابع و 60 دقيقة، ما بقاش كتظهر معنا نهائيا. إذا انت راك كتعرف المشتركين شحال عندك، وأيضا 60000 دقيقة من خلال الفيديوهات أو من خلال الإحصاءات، او مثلا شريت الخدمه ديال الفيديو ديال البث المباشر غتخدمه يعني ساعه، انا ذاك لما الفيسبوك انت عملتي لي نقوم بهذا، هو لما كيراجع الصفحه ديالك كيراجع الفيديو ديالك مباشره كتجي في المكان ديال الاعلانات المضمره، وكتلقى بجانبها يعني اعداد وتقديم الاعلانات المضمره. اذا لازم علينا احنا على جميع هذه المكافآت ضروري مره واحده نعملو انا مهتم، يعني مره واحده بعد ما كتعمل انا مهتم الفيسبوك يراجع المحتوى ديالك وكيف علق الميزه ديال النجوم وفي ميزه ديال الفريز ثم المكافئات. هذا تحديث جديد، تحديث تجريبي، كيف ما قلت لكم راه الفيسبوك الان ولا كراجع الصفحه يعني او الحساب الشخصي، لكان يعني محتوى غير اصلي طبيعه الحال راه كيقول لك عندك المشكل يعني دون الحاجه لتقديم الصفحه للمراجعه. اذا لازم علينا نعملوا النجوم يعني الفريز المكافئات يعني البث المباشر ثم المضمنه في المحتوى نعملوا انا مهتم، ثم يعني كيف ما قلت لكم قبيلات في المكان اللي تعرف على المزيد لازم نعملوا يعني انا مهتم، ثم نعملوا البريد الالكتروني، ثم الفيسبوك الاكونت ديالي، ثم لنقوم بهذا يعني نعملهم كاملا ونزل الفيديوهات حق شروط ديال الفيسبوك، لان الشروط مازال هي هي، هذا تحديد جديد. ثم بعد ما كيراجعوا المحتوى ديالك على الاعلانات المضمنه ولا البث المباشر، انا ذاك كيفعلوا لك الميزه ديال الاعلانات المضمنه. اذا هذا التحديث هذا الجديد راه ضروري اي واحد بعد ما يدخل الاعلانات المضمنه لازم كيف ما شرحت لكم في الاول تعمل تعرف على المزيد، ولو تعملها مره واحده بعد ما انت كتحقق داك الشروط 5000 متابع و 60000 دقيقه، لان هاد الشروط مازال كاينه يعني بعد ما تواصلنا مع فريق الدعم ديال الفيسبوك شروط مازال هي، حاول تحققها. بعد ما كتعمل هذا الاجراء تعرف على المزيد مباشره الفيسبوك يراجع المحتوى ديالك وكتلقى بجانب الاعلانات المضمنه بجانبها البدء. ولازم نعملوا الاعلانات في الريز يعني ما نعملوش غير يعني انا مهتم، ايضا تعرف على المزيد باش هو كيراجع المحتوى ديالك. إذن أي واحد اللي عنده استفسار يخلينا التعليق، راه كنجاوب الإخوان اللي عندهم أي مشكل في تقييد الأرباح ولا حتى المشاكل ديال اليوتيوب. وأي واحد اللي بغى يحقق شروط ديال الفيسبوك مشتركين حقيقيين تواصلوا معنا على الرقم 0003125641. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله. وهذا راه تحديث مهم بالنسبة للإخوان اللي عندهم يعني الحسابات الشخصية أو حتى الصفحات.